اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. مفيش فايده، ياما رحت لابونا اعترف واتوب وارجع تاني، بسمع كتير، بروح الكنيسه، بحضر اجتماعات وانا زي ما انا. الاحساس بالفشل سجن، الياس من نفسي حفره مش عارف اخرج منها، فين الحل؟ يسعدني ارحب بضيفي مهندس صفوت رشدي. برحب بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه والساده المشاهدين بخير. امين. نفسي ابطل الخطيه، نفسي ابقى حد كويس احسن من كده واتغير، بس كلها محاولات فاشله. وقلت لنفسي خلاص مفيش فايده. ايه راي حضرتك؟ في البدايه في فايده. عايز اقول للساده المشاهدين واقول لنفسي في فايدة طول ما احنا عايشين في امل في الحياة مع الله. عدو الخير دي حربه الرئيسية معانا انه يحبطنا ويوصلنا لليأس. ودانا مثال في الكتاب المقدس، مثال يهوذا. يهوذا اخطأ، عمل خطية كبيرة قوي واخطأ، لكن استسلم لليأس وراح انتحر وفقد حياته على الارض وحياته الابدية. بينما نجد في رجال كتير في الكتاب المقدس أخطأوا لكنهم تابوا ورجعوا لله. فعملية الاستسلام اليأس دي من أخطر ما يمكن، دي حرب من الشيطان لازم ننتبه ليها ونخلي بالنا منها. هو أنا مش شايف في تغيير للأحسن، فبالتالي اليأس تسرب. ربما تكون البدايات ما كانتش افضل حاجه، البدايات ما كانتش سليمه، لانه في يعني في توبه صحيحه وفي توبه احيانا الواحد بيقدم توبه من غير ما بيبقى ماشي في الخطوات الصحيحه اللي قال عليها الكتاب المقدس واللي قالت عليها الكنيسه المقدسه، فبالتالي الواحد بيجي في النص بيتوه فبيبقى مش عارف يكمل. الكنيسه المقدسه اعطتنا اعياد مش بس علشان نفرح فيها، لأن الفرح هو وده شيء مهم قوي، لكن كمان علشان نتغير فيها. بمعنى إيه الأعياد نتغير فيها؟ إن الأعياد في الكنيسة بتعيد للسيد المسيح سبع أعياد سيدية، هو بيسموه سيدية كبرى، وسبع أعياد سيدية صغرى. الأعياد السيدية الكبرى اللي هي عيد البشارة، عيد الميلاد، عيد الغطاس، عيد اللي هو القيامة، أقراهم بالترتيب عشان ما انساش حاجة. عيد البشارة، الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين، وبعدين عيد القيامة وعيد الصعود وعيد حلول الروح القدس. سبع أعياد بتعيد فيهم الكنيسة. الأعياد دي نقلات روحية لينا. يعني إيه؟ بمعنى يعني مثلا عيد البشارة ده مش بشارة الملاك للرعاة، لا، ده إحنا ربنا بيبعت لينا خدام وبيبعت لينا كلمات علشان تبشرنا بميلاد المسيح في حياتنا، وان جه مخلص عشان يخلص من الخطيه. فعيد البشاره هو بشاره ليا، مش بشاره بس للرعاه زمان، واخد بال، او بشاره لرجال الله في الوقت ده، لا، ده البشاره مبعوته ليا انا، علشان حياتي تتقدم لازم اكون مرتبط ب طقس الكنيسة روحيا، مش بس مجرد ايه حاجات بنرددها وبنقولها. ما هو انا عايز اسال، يعني دي مراحل انا بمر بيها كابن للكنيسة، ابن ربنا بيعدي دول اختبارات اساسية في حياته، ممكن يتكرروا مرة تاني ومرة تالت في حياته. حياة الانسان طبعا بيتكرروا من وجهة النظر الاختبارية، مش يعني انا ليا اني انال بشارة المسيح وان اقبل المسيح كمخلص في حياتي واقول له اهلا يا رب بيك. وده اللي بنعمله في عيد الميلاد. عيد الميلاد مش بس احنا بنحتفل بميلاد المسيح في المزود والطقس اللي لا، انا المزود ده هو قلبي. لما المسيح بيتولد في المزود ده معناها ان المسيح دخل حياتي واتولد جوه قلبي، وولادة المسيح جوه قلبي ده بيصنع تغيير في الحياة. يعني انا عايز اعرف انا مسيحي ماشي في طريق يعني في طريق صحيح ولا لا، ابص اشوف هل ربنا في قلبي فعلا، هل ربنا في حياتي، هل انا بدخل ربنا في حياتي العامه، قراراتي، طريقه تفكيري، ولا بس كلام بقوله كده وخلاص. طب ممكن حضرتك تقول لنا نبذه عن كل عيد؟ يعني بس الايه بالنسبه لي انا كابن؟ يعني مثلا عندنا عيد الميلاد زي ما انا قلت، ده عيد البشاره، بشاره البشاره بميلاد المخلص، المخلص ده ليا انا.
عيد الميلاد، الميلاد يعني المسيح اتولد، اتولد في قلبي، القلب بعتبره مزود والمسيح جه اتولد في قلبي. بعد كده الغطاس، عيد الغطاس اللي هو عيد الظهور الالهي، ده اعلان محبه الله ليا، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبعدين اعلان ايه؟ اعلان الله الاب، واعلان الله الابن، واعلان الله الروح القدس. يعني الثلاث اقانيم اكن محكمه السماء بتعلن بنويتي لله، يعني قرار سماوي طلع. طبعا دي المعاني الروحيه اللي ورا الاعياد اللي انا لازم استقبلها واستفيد منها في حياتي. ان ربنا بيحبني، الله الاب بيقول لي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والمسيح يسوع على الارض بيتعمد كمثال ليا علشان اعمل زيه، والروح القدس في هيئه حمامه ربنا بيطمني ان فيه الروح القدس ليك. يعني الله بيعلن حبه لاولاده باقانيمه الثلاثه. ما ننساش كلمة هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، مش بيتقال للمسيح كأقنوم، دي متقال للمسيح كنائب عن البشرية. يعني في صلب المسيح اتقالت الآدي ليا ولحضرتك وللسادة المشاهدين. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. نخش بعد كده في الأعياد الثانية، حد الشعانين اللي هو دخول المسيح كملك. المسيح دخل بسلطان في الهيكل وعمل حاجة مهمة قوي، طرد إباعة الحمام من الهيكل، بيتي بيت الصلاة ودعاء أنتم جعلتموه مغارة للسجود. ده معناه إيه؟ معناه إن المسيح يخش هيكل قلبي كملك، ليه سلطان وليه حق إنه ينظف اللي جوه. أنا بستقبل المسيح كملك، وملك مش ملك ولقب شرفي، لا، ده ملك بيعمل عمل في حياتي، ايه؟ بسلطان بينظف حياتي. اقول له يا رب تعالى ادخل، كل يا رب باعة الحمام اللي جوه، كل يا رب الصيارفه اللي موجودين، كل نجاسات، كل فساد، كل خطيه، كل شهوه رضيه، كل امر مش بيرضيك اطرده من حياتي، انا ايدي في ايدك، انت تملك عليا. ادي المعنى الروحي. بعد كده بنخش في عيد القيامه. عيد القيامه بيشمل حاجتين مع بعض مهمين، موت وقيامه. موت المسيح على الصليب، أنا بموت معاه. يعني إيه أنا بموت معاه عمليا؟ يعني الإنسان الطبيعي اللي بنسميه الإنسان العتيق، اللي اتولدت بيه، اللي ورثته من أبونا آدم، اللي حامل الخطية، اللي فيه صفات إبليس، ده بيموت في الصليب. وبعدين بعدها يعني بيموت يوم الجمعة العظيمة، يوم السبت بالليل في القيامة بقوم مع المسيح خليقة جديدة، أنا باخد خليقة جديدة، إنسان جديد، أنا بأصبح إنسان جديد. علشان كده نلاحظ في استقصى المعمودية، الطفل بيبقى داخل لابس ملابس عادية وداخل بالخطية، أبوني روح مقلعه كل لبسه إشارة للموت. بتكلم في القيامة. أيوة، أنا بتكلم ربطت ما بين القيامة وما بين المعمودية. فبياخد أبونا الطفل وبيقلعه الهدوم ديت إشارة لخلع الإنسان العتيق، لموت الإنسان العتيق. وبعدين بيدفنه في المية كدفن جرن المعمودية. المعمودية بيموت مع المسيح ويقوم معاه، وبعد كده يلبس ثياب المجد اللي هي الثياب البيضاء. يعني بس ربطت ما بين ده وده. ده مهم جدا. طبعا في عيدين تانيين بعد كده اللي هو عيد الصعود، في آية جميلة قوي قالها معلمنا بولس الرسول، بيقول انه اقامنا معه واصعدنا معه الى السمويات. يعني المسيح قام بالكنيسة وخدها معاه وصعد بها للسماء، ده عيد الصعود اللي هو بيجي 40 يوم بعد عيد القيامة. أصعدنا وأجلسنا معه في السماوات فوق. يبقى المكان بتاعنا فين؟ فوق بالإيمان السمويات. إحنا مكاننا في السماء فوق، جالسين عن يمين الله الآب، فين؟ في المحبوب يسوع المسيح. كل دي امتيازات الأعياد اللي بنحتفل بيها، امتيازات البركات اللي ربنا باركنا بيها. بنيجي آخر عيد بقى اللي بيتخطب، عيد حلول الروح القدس اللي هو عيد العنصرة. ده بيجي 55 يوم، سوري اسف، 50 يوم بعد عيد القيامة، يعني بعد عيد الصعود ب10 ايام. واخد بالك حضرتك؟ فده معناه ايه؟ حلول الروح القدس. زمان في العهد القديم كان الروح القدس يجي في صورة زيارات، يفتقد رجال الله زيارات، وبعد كده ايه يعني ممكن ما نسمعش او ما نشوفش حضوره. لكن احنا في العهد الجديد في عيد حلول الروح القدس، حل علينا الروح القدس وسكن فينا واصبحنا احنا هيكل لله. ادي بسرعه كده ربط الاعياد روحيا بحياتنا. طب احنا محتاجين اكتر نتكلم على الفتره اللي هي يعني بتاعت القيامه.
لأن هي دي اللي إحنا فيها دلوقتي. يعني هاخد مثل معلمنا بطرس الرسول قبل القيامة وبعد القيامة. إيه اللي حصل في حياته؟ قبل القيامة بطرس قال كلام صعب قوي لربنا، قوي قوي قوي. يعني بطرس عمل يعني في المحاكمة بتاعت المسيح، أثناء المحاكمة بطرس أنكر المسيح 3 مرات، وفي كل مرة كان في تصاعد في الإنكار لدرجة أنه آخر مرة وصل للشتم. يعني أنا هقرأ مقتطفات كده، بيقول فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. أنت بتتكلمي علي، أنا معرفش حاجة اللي أنت بتقولي علي. طبعا كل الكلام ده وراه كذب كبير. وبعدين جات واحدة تانية قالت نفس الكلام من الجواري اللي كانوا موجودين. فأنكر أيضا بقسم، يعني مش بس كده، حلف. وبعدين في آية تاني، كل ده في متى 26، لو السادة المشاهدين يحبوا يرجعوا للشاهد من أول آية 69 لحد 74. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل. عارفة يعني يلعن؟ يعني إيه؟ بيشتم. بيشتم مين؟ بيشتم المسيح. يعني يمكن بطرس بعد ما عمل كده اديك صح، تذكر كلام المسيح انه قبل ما يديك الصح هتنكرني 3 مرات، فتذكر كلامه وخرج بكى بكاء مرا. ده قبل القيامة. قبل القيامة حالة الضعف، حالة الكسرة، حالة اليأس، حالة ما فيش مني أمل، أنا مش قادر أعمل حاجة، ما فيش فيا قوة، أنا ميت. ولكن بعد القيامة محاولاته كلها فشلة، محاولاته كلها فشلة. بعد القيامة الوضع اختلف. طب إيه اللي عمله بطرس؟ في الحقيقة بطرس ما عملش حاجة علشان يتمتع ببركات القيامة، اللي عمل المسيح، لأن بطرس كان في حالة نفسية سيئة جدا بعد خيانته لله. المسيح بقى جاله في ظهوراته بعد القيامة وظهر لبطرس وتكلم معاه. نقرا الكلام ده في انجيل يوحنا. ده معلش اسفه يعني اقطع كلامك، وده اللي الرب يسوع يعني هيعمله مع كل حد بيمر بنفس مراحل الياس اللي مر بيها بطرس. بالظبط. ربنا لما انا ببقى يعني بوصل لحاله ياس، ربنا اللي بيجيني. لانه اب، تخيلي اب شايف ابنه في حاله نفسيه سيئه، يبقى هيموت على ابنه او ام على اولادها، تبقى هتموت. ربنا كده ليه كل المجد، بيبقى قلبه بيتقطع علينا، بيبقى عايز ينقذنا فبيجي. طب هتقولي بيجي ازاي؟ اقولك بيجي من خلال اشخاص. ربنا يبعت لك كلمه، ربنا يبعت لك ترنيمه. انا اتذكر في مره كنت بعدي في ظروف نفسيه سيئه جدا، وبعدين العربيه بتاعتي كانت عطلانه، واتصلت بالميكانيكي قلت له بشوفه فاتح ولا لا عشان اروح. فالميكانيكي حاطط تون عبارة عن أغنية على الموبايل بتاعه. الأغنية بتقول إيه؟ أنا مش عارف كلماتها، بس معناها ألقي همومك على الله وتوكل عليه، حاجة بالمعنى ده. أنا حسيت إن دي رسالة من ربنا ليا. أنا بقيت أسمعها وعيد اتصال بالراجل، هو كان قافل، عشان أسمع المعنى ده لما ملأ قلبي ونقلني في الوقت ده من حالة لحالة. ربنا لا يعدم وسيلة انه يوصل لي صوته، لا يعدم وسيلة انه يقول يا ابني ما تيأسش، انا بحبك، انا خايف عليك، ما تديش ودنك لعدو الخير، انا مشفق عليك، انا مقدر تعبك، انا مقدر ضعفك، انا مقدر حتى لو خنتني زي بطرس، انا مقدر. المسيح لما جه لبطرس لم يعاتبه بكلمة واحدة، ما قالوش كلمة. يعني كل اللي قال له بصل له وقال له أتحبني يا بطرس؟ بطرس اتكسف، قال له يا رب أنت تعلم أني أحبك، وقال له 3 مرات. والمفسرين بيقولوا أن رب المسيح سأل بطرس 3 مرات علشان بطرس أنكر المسيح 3 مرات، فقدام كل مرة أني أحبك كأنه بيمحي وبيلغي لعنة كانت على حياته نتيجة إنكاره المسيح. يعني ممكن يجي النهاردة الرب يقول لأي حد من اللي حاسس أنه ضعيف وخان وأنكر، ممكن يجي الرب يقول له أتحبني؟ أيوة، المسيح بيدور على الحب. يعني إيه الحب؟ يعني أنا راغب جوه قلبي أمشي معاه ولا لا، أنا عايز أمشي معاه ولا لا. مش هقولك الحب بقى اللي سبق أبائنا القديسين وناس كتير سابتهم محبة ربنا وبيتغنوا بمحبة. مش هقول لك احنا وصلنا للمستوى ده، مستوى كبير علينا، لكن احنا بنتكلم في بدايات العلاقة مع انا عاوزك يا رب
بص يا رب انا 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 فاهم انك بتحبني. طب انا هينفع اقول له رب انا بحبك وانا عايزك رغم الضعف اللي انا ببقى فيه؟ بطرس عمل كده، قال له انت تعلم يا رب اني احبك. انا متخيل الموقف، وبطرس زي ما يكون دموعه نزلت وبقى مكسوف من نفسه، بس ربنا بيبص على الحب، ربنا بيبص على رغبة القلب. انت عايز تمشي معايا ولا انت كلام بق بتقوله خلاص، ولا هو كلامه خلاص بتظهر اشواق وانت بعيد قلبك بعيد. يعني ياما في ناس كتير احيانا بتقول كلام لربنا كبير قوي في الصلاة، وكلنا غلطنا في الحتة دي. انا شخصيا وقعت في الغلط، كنت بقول كلام كبير قوي في الصلاة، بعدين في مرة جيت كده قعدت ارجع نفسي، ايه الكلام اللي انا بقول؟ طب هل انا اعنيه؟ طب هل انا اقصده؟ فقعدت قدمت توبه قدامه، قلت له سامحني على كل مره صليت فيها قلت كلام ما كانش خارج من قلبي. انا ارجو الساده المشاهدين دلوقتي ممكن يعملوا نفس الحاجه دي، يقولوا يا رب سامحني لاني كنت بعمل حاجات بقول كلام ما كانش خارج من قلبي، بقول لك يا رب انا بحبك ومستعد اموت من اجلك. بطرس عمل كده، ولما جه في الواقع العملي ما قدرش لا يموت ولا أنكر. يعمل حاجه، ده بالعكس انكر وضعف وخان. ربنا بيبص على الحب جوه القلب، بلاش نقول كلام كبير، تعال نتواضع، نعترف بضعفنا، نعترف بخطيتنا. نرجع لله ونقول له يا رب احنا بنحبك، صح محبتنا ضعيفه، عارفه زي ابو الولد اللي كان عنده صرع. المسيح بيقول له اتؤمن؟ قال له اؤمن يا رب فاعن عدم ايماني. منين بتؤمن ومنين ما عندكش ايمان؟ قال له انا عدم إيمان. انا ايماني قليل قوي يكاد يكون مش موجود، بس انا عاوز اؤمن. في رغبة جوه قلبي إني أصدقك، أنا عارف، في رغبة جوه قلبي إني أحبك، أنت حبتني وجيت ومت عشاني. والأعياد ده هي بتتكلم عن حب، كل عيد بيقول أنا بحبك من جانب ومن زاوية، أنا بحبك عايز أخلصك، أنا بحبك هتولد في قلبك وأنظفك، أنا بحبك هتموت معايا وتقوم. معلمنا بطرس الرسول عمل ربنا معاه كده. ربنا النهاردة بيبعت رسالة لإخواتنا المشاهدين، أتحبني؟ أنت بتحبني؟ أنت عايزني؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة. لا خطيتك هتقف قدامي، ولا زناك هيقف قدامي، ولا خيانتك تقف قدامي. ياما أبائنا القديسين كانوا زنا وقتل ولصوص وفي الخطية إلى أبعد الحد، ولكن المسيح افتقد حياتهم. ربنا مش بيبص لحالتي، ربنا بيبص لرغبة قلبي إيه. ربنا مش مهم عنده جايبني منين، لكن يفرق قوي معاه هيوديني فين. مهما كانت حالتي سيئة، مهما كنت بعيد، مهما كنت خاطي، مهما كنت نجس، مهما كنت خاين، بس أنا عاوز، لو أنا عاوز هياخدني من هنا يجلسني في وسط رؤساء شعبه، هيقمنا معه ويصعدنا معه ويجلسنا عن يمين الأب معه ويرسل لنا الروح القدس يسكن فينا. في ثلاث خطوات بسرعة أقولهم علشان لو أنا أعمل إيه. أول حاجة أكون برفض حرب اليأس. اعرف أن اليأس وراه شيطان، في شيطان كبير اسمه شيطان اليأس. فلما بيرمي عليا أفكار باليأس، أول ما تجيلك الفكرة اللي بتقول ما فيش فايدة، ما فيش أمل، ما أنت ما مش هتتغير، طول عمرك مش هتتغير، افتكر أن ورا الكلام ده مين؟ إبليس. شيطان اليأس، إبليس. أعمل إيه؟ أصدق كلامه؟ أقاومه. كتاب المقدس يقول قاوموا إبليس فيهرب منه. أرفض أفكار اليأس، أقول في أمل، أنا برفض أفكارك، في اسم المسيح بنتهرك، في اسم المسيح بطردك من حياتي، أنا ليا خلاص، أنا ليا أمل، أنا ليا رجاء، بكرة أحسن من النهاردة، مهما كان ضعفي، مهما كانت حالتي، ليا قيامة. وأقف قدام الشيطان وأعمل كده. تاني نقطة إن أردد كلمات الكتاب المقدس، يعني ما في آية بتقول عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية 4، عالمين الذي أقام الرب يسوع سيقمنا. أنا أعمل إيه بقى؟ أخذ الآية دي أحفظها وكل شوية رددها. ساعات أنا بعمل كده، أكتب على موبايلي الآيات اللي ربنا بيقول وكل شوية أطلعها أقراها مرة واثنين وثلاثة لما أكاد أكون بحفظها عشان أصلي بيها بعد كده. ليه؟ لأن الشيطان لا يكل ولا يمل من أنه يحارب. فلازم يكون أنا عندي كمان الرد، أردد كلمات الله. أقول ربنا أنا ليا قيامة، ربنا هيقيمني، الله الآب سيقيمني كما أقام المسيح. دي كلماته. أيوه. أنا مش بفترض حاجة، دي كلماته.
انا اثق فيه هيقيمني الى اخره، واخده بالك؟ واردد الحاجه دي. يبقى اول نقطه ان انا مش هدي ودني لابليس بالزبط. وتاني نقطه ان انا هكون بردد كلمات الله واكتبها وارد، يعني اكتبها على موبايلي واقراها، سيف في ايدي اكون بحارب بيه الافكار اللي ابليس بيجرميها عليا. بالظبط. ثالث نقطه ودي مهمه جدا، الشكر. الشكر، لان الشكر الواحد لما يقعد يشكر ربنا، يا رب اشكرك، هتشكره على ايه؟ دي انت الظروف ملخبطه والدنيا بايظه، هشكره لانه في كل يوم انا بقوم بعرف اخد نفسي، في كل يوم بنزل شغلي، في كل يوم ولادي بيخرجوا ويرجعوا بصحه جيده، في امور بالسلامة. كتير قوي اشكر صح. ربنا عليها صح. الشكر يعمل ايه بقى؟ يكسر حته الياس دي. ليه؟ لان طالما انا بشكر، الشكر كأنه بيستحضر الأمور العظيمة الإيجابية اللي ربنا عملها في حياتي، فلما بفتكرها اليأس بيعمل إيه؟ يهرب. يهرب ليه؟ لأنه طالما ربنا عمل كده في حياتي إذن ممكن يعمل كده بكرة. فاليأس يهرب. ثلاث نقط مهمين قلتهم بسرعة. أختم بس بكلمة قالها البابا شنودة المتنيح، بيقول هذا الرجاء اللي هو الأمل في بكرة، إني ليا خلاص وإني مش هستسلم لليأس، لا يعرف يأسا ولا يعرف فشلا ولا يعترف بكلمة المستحيل. فعند الله هناك رجاء، حتى الفتيلة المدخنة والقصبة المردودة لها رجاء. يعني ايه الفتيلة المدخنة؟ يعني حاجة بتولع كده جوه النار وهتمسك فيها النار، فواحد مد ايده كده وراح شايلها وانت شالها من النار، هي فتيلة يا دوبك بتدخن، هتبتدي النار تولع فيها بس هو راح شايلها كده وعاملها كده مطفيها. ربنا يقدر يعمل كده، ربنا يقدر في وسط اللي انا ماشي فيه، الناس الوحشين اللي انا يطلعني كده كفتيله مدخنه ويعملني كده وينفضني كده من النار وارجع لي. الهنا الصالح يعطينا نعمه ان احنا نرفض الياس ونقاومه ولا نيأس ابدا، والامل يدب في حياتنا. أمين. بنعمته. ومفاعيل القيامه تكون بتعمل فينا الايام دي. أمين. أمين. امين. طب احنا محتاجين حضرتك تصلي. امين. اتفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب اشكرك من كل القلب لان عندك قدره انك تنتشل من وسط الياس يا رب نفوس كتير. انا بشكرك لان ناس كتير دلوقتي مشتاقه انها تختبر قوه قيامتك. يا سيدنا الرب احنا عايزين ندوق البركات اللي انت كلمتنا عنها، نحيا الاختبارات ونعيش وناخد نقلات روحيه في حياتنا بكلماتك يا رب، وتكون الاعياد فاعله في حياتنا وتكون نقلات روحيه. انا بشكرك من اجل ان ليا قيامه عندك انا واخواتي، اشكرك لان كل شخص وصل للياس، الياس من المخدرات، الياس من الجنس، الياس من الفشل في الشغل، الياس من ان العيل تتغير، الياس ان العلاقه الزوجيه ترجع كويسه ما بيني وبين مراتي. يا رب كل انواع يا رب المشاكل اللي شعبك متعرض ليها اللي بترمي بياس شديد، في اسم المسيح انت عندك ليها حلول. اشكرك لان شيطان الياس انت هزمته وسحقته بالصليب، وقلنا كنا بنصلي في الجمعه العظيمه الذي سحق الشيطان بالصليب اسحقه تحت ارجلنا سريعا. انا بشكرك لانك اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو. ليك المجد والكرامه لان يجي فجر جديد على شعبك، على اولادك، على اللي بيحبوك يا رب. يا رب في اسم المسيح الشيطان ما يخدعناش مره تاني انه ما فيش امل، ما فيش فايده، انت مش هتتغير مهما كانت حالتي. ليا امل في رجا طول ما انت حي، طول ما انا حي وانت حي هتقدر تعمل فيا وهتغيرني. انا بشكرك لانه ناس كتير النهارده تتغير وتتفك وتخرج من سجون الياس البغيضة في اسم المسيح يسوع، بشفاعة العذراء مريم، بشفاعة الملاك ميخائيل رئيس جند الرب وكل السمائين، لكل مجد وكرامة وعزة وسلطان من الآن وإلى الأبد. آمين. 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 باركتنا جدا يا باشمهندس، وبنشكر المجد وحده. بنشكر حضرتك ونتقابل في حلقة تانية بنعمة إن شاء ربنا. الله. بلاش نتكلم كلام سلبي على حياتنا، لأن الكلام ده وراء إبليس اللي عايز يفشلني، يخليني أحس إن مفيش فايدة. خلونا نصاحب ونحب كلمة الله ونلهج فيها باستمرار، لأن لينا فيها حياة، ويكون لينا دايما لسان الشكر، لأنه الشكر عكس اليأس ويخلي القلب دايما حاسس بالامتنان لله. هنطلع فاصل ونرجع نكمل.
دم بيعلن انتصارات وبيسحب رأس الحياة. دم بيعلن انتصارات وبيسحب رأس الحياة. دم بتعلى له الهتافات وأغاني بصنوب ورقادات. دم يسوع غالي دمك نرفع أعلام مجدك يعلى في كل مكان. دب دمك نرفع أعلام مجدك يعلى في كل مكان. نعلن إنك رب سلام نعلن ملك ابن الإنسان. دم يسوع رجعنا بنكمل حلقتنا. ويسعدني ارحب بضيوفي معايا مدام فاتن فاروق. اهلا بيك يا فاتن. اهلا يا نرمين. استاذ وجدي رشدي اهلا بيك يا وجدي. اهلا بيك. استاذ نشأت مكرم اهلا بيك يا نشأت. بيك. كان بيكلمنا النهارده الباشمهندس صفوت على انه ما فيش يأس في حياتنا مع الله. وانه يعني لينا 7 اعياد سيديه كلهم نقلات روحيه في حياه ابن ربنا. بس اللي انا عايزه اركز عليه قوي انه يعني نفسي قوي في الفترة بتاعت اللي هي بعد القيامة دي انه اليأس ينتهي من حياة شعب الله. هو الكتاب المقدس قال في آية مختصرة كده في بطرس الأول: مبارك الله أب ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة عمل إيه؟ ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا من تاني. أيوة. رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يعني ببساطة كده يعني القيامة بداية من جديد. نقطة أول السطر. رغم كل اللي فات أوقات بتيجي علينا صعبة وبنقول خلاص إحنا إيه الدنيا اتقفلت في وشنا مفيش أمل مفيش رجاء. لكن قصاد كلمة الدنيا قفلت والأبواب اتقفلت نجد رب المجد يسوع في عظمته في قدرته. رغم إنه كان القبر عليه الحجارة عليه أختام عليه حراس وحجر كبير لكن رغم كده قام يسوع من القبر. شوف رغم يعني الدنيا متربسة. ساعات بنقول كده الدنيا متربسة مش نافع أنا مش قادر ما فيش عندي أمل. حاولت كتير في ضعفاتي في عاداتي في سقطاتي في مشاكل ياما في أمراض في مشاكل في الشغل في مشاكل في البيت ملاش حل بقى لها سنين. لكن الرب يدخل الأبواب مغلقة بمتاريسها كده حراس واختام وحجر كبير ولسان حالنا من يرفع لنا الحجر. لكن نشكر رب انه اقامنا تاني لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح. تلاميذه هم في العليه بعد موت وصال بالمسيح كانوا يعني واحنا بنتكلم كان مش مهندس بيتكلم عن محطات او اعياد او مناسبات. هم جم عند الصليب وقالوا خلاص وكانها محطه والقطر وقف او كان القطر رجع بيهم للخلف. يعني جه وتولد وكنا منتظرين انه هو المسيح. بس اتولد وبعدين مات رجعوا ايه كانهم راجعين للخلف.
لكن القيامة كانت بداية من جد. ولدنا برجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأبواب، دخل عليهم الأبواب مغلقة. ده يعني ده احنا في المناسبات بناخد بدايات، يعني قيامة يسوع بداية، قيامة يسوع رجاء. فأنا نفسي يعني أنا وكل أحبائي اللي حاسين فعلا الدنيا تقفلت في الشوم، تأكد يدخل الرب يسوع والأبواب مغلقة. يقول أنا الأول والآخر والحي، وكنت ميت وأنا حي إلى أبد الآبدين. إعلان بيعلن لكل الناس، بيكرز لكل الناس، راح أكرز كرز للذين في الجحيم وفي الموت هناك، كرز لهم ببشارة القيامة، راح وأخلصهم ونزل إلى أسافل الأرض السفلى وبشر لهم وأقام. أنا حي، عايز يقول أنا الحي وكنت ميتا، خلاص أنا كنت ميت ما عادش في موت، أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهوية والموت. أوقات بتيجي علينا أوقات كده، زي ما رنم علمنا داود، وزي ما قال اليونان هو في الحوت، وبغلق الأرض عليا، لكن هو أنا معايا مفاتيح الهوية والموت. قال عنه بطرس الرسول: إذا قام الله ناقدا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. يعني الموت مش ممكن كان يمسك منه، بس ده لمين؟ ده لينا. أنا عايز أشجع نفسي وأشجع كل أحبائنا أيا كان نوع الموت، لكن من آمن بي ولو مات فسيحيا. الحلم مات سيحيا، الرجاء مات سيحيا. إذا كان المرض خيم علي وحاسس إن أنا مت، هحيا. إذا كانت الظروف كل الأحداث وكل الدنيا كلها متقفلة في وشي وحاجات بقى لها سنين ملهاش حل، أنا حي. من آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا ناقدا أو جاع الموت مش ممكن الموت يمسك مني، لكن قام وانتصر وغلب ليا لحسابي. أمين. الرب يدينا الإيمان ده وناخد الخطوات اللي اتكلمنا عنها. أمين. مش مهندس صفوت ولا نستسلم للياس، ولكن نردد كلمة الله. أمين. 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 ندخل على تلبات الصلاة، بس أفكر أعزائي المشاهدين أنه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي بتظهر، وكمان متواصلين على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. تلبت صلاة من أجل الأخت فيرونيا، بتعمل النهاردة عملية استئصال ورم سرطاني في المخ. الرب يعطي حماية وخلاص واستئصال كامل للورم بلا أي مشاكل جانبية. أمين. تفضلي فتاة. بسم الإب والإبن والروح القدس، إلهنا الواحد أمين. أبونا السماوي، بنحط بنتك الغالية على قلبك بين إيديك. أنت يا رب تشددها وأنت يا رب تحميها. أشكرك لأنك تقولها كده، أنت غالية عليا، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك يا رحمة. أشكرك من أجل مراحمك اللي تحوط بيها. قومها يا رب، قومها يا من تقول تصنع خيرا وتشفي وتشفي. اشفي بنتك يا رب، اشفي بنتك بالكامل يا صانع المعجزات وحدك. أشكرك لأنه لا يعصر عليك أمر، لا يعصر عليك أمر. اشكرك ان فيرونيا تقوم ونقول لها كده، من هذه الطلعه من البريه مستنده على حبيبها. ايوه يا رب، تتسند عليك، تتسند عليك وتطلع يا رب، وتطلع وتطلع من العمليه بسلام، وتطلع من المرض بسلام. اشكرك، اشكرك لانك قدير، اشكرك انه ما فيش مستحيل قدامك. اباركك واعظمك. امين. صلاة من أجل الأخت هدى، بتعاني من اكتئاب بسبب الوحدة، وبتعاني من ضمور في خلايا المخ تسببت في فقدان حاسة التذوق والشم. تفضلي نشأ. في سفر أخبار، في سفر الخروج، وأنا إحنا بنتكلم عن يعني الأمراض والأتعاب والأمور المستعصية، وأختنا فيرونيا وأختنا هدى واكتئاب وضمور في المخ، قال الرب، قال الكلمتين لموسى كده، قال له: ها نقطع عهدا قدام جميع شعبك، افعل عجائب لم تخلق في كل الارض وفي جميع الامم، فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب، فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب الذي انا فاعله معك رهيب. طب الكلام ده ذكريات، الكلام ده احنا عايزين نحييه بالايمان. امين. ترديد الكلمات وبالوعود، وده وعد لينا، وده يخلق فينا أمل جديد، وده يخلق فينا رجاء جديد. ليه؟ لأنه هو بيقول أنا هعمل إيه؟ أنا هفعل عجائب. يعني إيه عجائب؟ يعني في أمور ملهاش حل، مستعصية على قدرة البشر وصعبة على الأطباء. وقال لنا الذي أنا فاعله معك رهيب.
يعني شيء يمكن فوق التوقع وفوق الادراك وفوق اللي احنا بنطلبه وفوق اللي احنا بنصلي له وفوق اللي احنا منتظرينه. فالرب يصنع النهارده حسب وعده، يفعل عجائب لم تخلق من قبل. امين. ويصنع عمل زي ما قال كده، انا بقول بسميه رهيب. صلي من اجل اختنا هدى، صلي من اجل كل الحالات المشابهه وكل الامراض اللي هي واقفه قصاد ناس كتير، وحسن بالموت. اشكرك ونباركك، نيجي ننحنى امامك ان الوضع ما انتهاش عند الصليب. بشكرك وباركك ان احنا النهارده لينا بدايه من جديد. اشكرك احنا لينا رجاءنا بردد يا رب في اسم يسوع المسيح على مسامع كل عبيدك وكل ولادك وكل شعبك وكل المتعبين وكل اللي في مرض بقاله سنين. انا يا رب بردد وبسمع قلبي وبسمع ذهني وفكري وبسمع روحي وبسمع كياني كله يا رب ان انا ليا ولاده من جديد برجاء حي في قيامه يسوع المسيح الذي ولدنا برجاء، ولدنا ثانيه برجاء حي في اسم يسوع المسيح. تعالى يا رب من فضلك شدد ولادك، تعالى يا رب من فضلك اقيمهم وساعدهم واعنهم، تعالى يا رب من فضلك وثبت واعلن واكشف ليهم حقيقه قيامتك انك انت قمت وقلت من قام من امن بي ولو مات فسيحيا. من فضلك من فضلك تعالى بمفاعيل القيامه على اولادك، تعالى على حياتنا برجاء حي بيسوع المسيح. تعالى من فضلك تاني يا رب واجذبنا وشدنا واقمنا وانتشر الكل بنتك هدى يا رب. نعم زي ما هو مكتوب، نشلتني من مياه كثيرة. مبارك اسمك انك انت تنادي وتمد يدك القديرة وتقيمها. اذا كان في اكتئاب شديد، اذا كان بسبب ضمور في المخ، اذا كان مهما كان الامر مستعصي يسير جدا عليك يا رب. احنا منتظرين زمن جديد، احنا منتظرين عجائب لم تخلق من قبل، احنا منتظرين حسب وعدك ان انت الذي فعله مع بنتك رهيب. نعم لانه من اله قدير، لانه من اله قادر، لانه من اله عظيم ما يقدرش البشر يعملوه ولا يقدرش البشر حتى يتوقعوه. لكن انا بمسك فيك النهارده لبنتك ولكل اولادك يا رب اللي انحنوا تحت المرض، قل لهم سمعهم وسمعنا واملا قلبهم بالرجاء من تاني، ان الذي انا فاعله معك رهيب. نعم في اسم يسوع المسيح ساعد واعن وشدد واقم وعزي وترأف يا سيدنا الرب. احنا بنشكرك لان مراحمك عظيمه، احنا بنشكرك من اجل محبتك، احنا بنشكرك من اجل النور اللي يجي على اولادك، نشكرك من اجل الفجر الجديد اللي ياتي عليهم، نشكرك انك انت ترسل ملاك وترفع الحجر في اسم يسوع المسيح يكون لهم قيامه وحياه ورجاء في اسم يسوع المسيح المكمل بين الاموات. امين. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. أباركك يا رب وأعظمك، أرفعك وأعليك، أعلن أنه ليس مثلك يا الله، أنت ملك عظيم على كل الأرض، كل الخليقة تسجد ليك وتنحني أمامك. أشكرك 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 لأنه أنت إلهنا، أنت إلهنا الصالح الأمين يا رب. أنا بطلب الآن في بداية وقت الصلاة تهبنا كده عطية إيمان تكون بترضيك يا رئيس الإيمان ومكمله، هبنا عطية إيمان نكون بنشوفك أنت عالي ومرتفع فوق كل أمور يا رب صعبة في حياتنا، فوق كل أمور بتقول أنه مستحيل النجاة منها، فوق كل أمور مقفولة كده زي ما تكون مقفولة بضبة ومفتاح، أنت أعظم وأنت أعلى. هبنا إيمان الآن يا رب يكون بيمجدك ويرفعك ويعليك ويخلينا نشوفك بتصنع آيات وعجايب عظام في حياتنا يا رب. أنا نفسي أحط إخواتنا اللي صلينا لهم في الأول فيرونيا وهدى وأقول لك رب أنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك. أشكرك 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 لأنه أنت ليك حسابات مختلفة، لينا معاك حسابات مختلفة عن حسابات البشر، لينا معاك يا رب أمور تختلف خالص عن الواقع والعيان بيقوله. إن كان العيان بيقول موت، لكن أنت لما تقول حياة يبقى حياة، حتى لو كان الموت اتسرب بس أنت بتقول حياة يبقى حياة. يا رب هبنا الإيمان الآن اللي يكون بيمجدك في حياتنا، وننتظر يا رب تدخلك وننتظر إيدك اللي بتتمد يا رب بمنتهى القوة في كل أمور حياتنا. ليك كل المجد. أمين. صلاة من أجل عصام، ربنا يغير حياته ويكون ابن المسيح. أختنا هالة من فريق الصلاة هتشاركنا الصلاة، تفضل يا هالة. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الصالح نشكرك لأجل كلماتك، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. بنحط ابنك عصام في إيدك
واحنا واثقين في محبتك ليه وصلبك وقيامتك علشانه. بنسألك كل موت في حياة ابنك تنادي ليه بقيامة، انت لا تسر بموت الخاطئ لكن يرجع عن طريقه. بنطلبك تنهض غيرتك على ابنك وتحارب وتحمي عنه وتسمعه صوتك وتهب ليه حياة فيك وتديه قلب جديد وروح مستقيم تدخل تتجدد داخله فيفرح بشخصك ويسمع صوتك ويلتفت ليك ويملكك على حياته ويكون ليه وقت مقبول ويوم خلاص. ولكونك شديد القدرة لا يفقد منك بشفاعة أمنا العذراء مريم اسمع واستجيب لكل المجد. أمين أمين أمين. والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صلى من أجل كرولوس الرب يحرره من المخدرات. تفضلي فيدي. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. أشكرك لأنه مكتوب الرب لا يرفض شعبه. أشكرك أنه كرولوس غالي على قلبك. أشكرك أنه ليك خطة خلاص لابنك افتقد حياته رب. تعالى بنور على ذهنه وعلى قلبه، خليه يرجع لك بكل القلب زي الابن الضال، يرجع لنفسه يا رب ويرجع لك. سهل لي الطريق يا رب، ابعت ملاك يمسك ايده ويخرج بيه يا رب زي ما بعت ملاك مسك ايد لوط وجري بيه. من فضلك يا رب انقذ ابنك، انقذ ابنك، ساعده يتجاوب مع تعاملاتك. تعالى بأحلام، تعالى برؤى، تعالى بأشخاص، ارسل بيد من ترسل، بس لا تتركه يا رب. نطلب حرية وشفاء لابنك. أشكرك لأنك هتسمع، لأن دي طلبات حسب قلبك. نعم يا رب. لأنه كل اللي في قلبك خير لي يا رب، كل اللي في قلبك سلام لي، كل اللي في قلبك يا رب صلاح نحو ابنك. أشكرك أنك لا ترفض شعبك. أشكرك لأنه أنت سهران على كلمتك لتجريها. يرجع يرجع يا رب، يرجع. نادي عليه يا رب، نادي عليه، نبه روحه، نبه روحه. أذكر يا رب، أذكر ابنك، أذكر ذهابه وراك في البرية في وقت. نادي على ابنك يا رب، فكروا بيك، فكروا بمحبتك، اجذبوا اجذبوا بمحبتك يا رب. أشكرك أشكرك إنك مش زي الناس، مش بتبيع ومش بتنسى ومش بتتخلى، لكن فتيلة مدخنة لا تطفئ وقصبة مردودة لا تقصف، معانا للآخر، ما بتفقدش الأمل ولا الرجاء فينا. أنا بباركك من أجل رجوع كرولوس، أنا بباركك من أجل أنه عينيها تتفتح عليك، أنا بباركك أنت ليك طرق يا رب، لأجل خاطر يسوع ودمه اسمع واستجيب. أمين 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 أمين. الرب أتى ليكون بيحرر. أمين. يحرر من كل قيود إبليس ربط بيها، من كل فخاخ إبليس وقع فيها. الرب يعطي حرية. أمين أمين. الرب كده يكون بيعطي حرية، حرية وشفاء لكرولوس في اسم يسوع. ممكن نتبارك بترنيمة يا والدي؟ أمين. بفتكر المشهد بتاع بحر، البحر لما الرب شقه، الحدث ده اللي هو كان في خروج 14 و15 بحر صوف. بفتكر لما الرب فتح البحر وشعب شعبه عدى، جه اتقفل على فرعون. موسى في الوقت ده يقول كده الكتاب انه رنم موسى وشعب الله، قالوا ارنموا للرب لانه قد تعظم. قال الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. المشهد ده بشوفه بالظبط في العهد الجديد في الصليب، كأن الرب لما صالح السمائيين على الأرض، فتح السماء على الأرض على السماء ونقلنا من الموت للحياة. مريم جابت الدفوف وقعدت ترنم وقعدوا يهللوا ويفرحوا، كان لهم حق، واحنا كمان لينا حق، لينا حق نشهد ونرنم للرب اللي نقلنا من الموت للحياة وادانا سلطان على إبليس وعلى كل، أعطينا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. لينا حق ترحمه في البحر. مبارك اسمك يا رب، لينا حق نقوم نرنم له. ¶¶
نقوم 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 ونرنم لك لينا حق اليوم 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 نشهد عنك يا مكلل بالجود أيامنا وخيرك سابق ترانيمنا يا مكلل بالجود أيامنا وخيرك سابق ترانيمنا وأصارك تقطر بدسمها وأصارك تقطر بدسمها على شعبك يشهد بجمالك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عندك مين لك أغنى من فضل الله وتحط عليك حمل أسمنا مين لك أغنى من فضل الله وتحط عليك حمل أسمنا خطايانا وكفة أحزاننا خطايانا وكفة أحزاننا اتربعت عنا في يوم صلبك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك الصعب معك بتسهلها والمر معك بتحولها الصعب معك بتسهلها والمر معك بتحولها والمالت بينا بتعدلها والمالت بينا بتعدلها وتعوض صبر اللي انتظرك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك يا رب الأفراح الحقيقية بتزيد شعبك بالتعزية رب الأفراح الحقيقية بتزيد شعبك بالتعزية قدامك تهرب أحزاننا قدامك تهرب أحزاننا وتحول بدل على يدك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك فعلا لينا حق نقوم ونرنم ولينا حق نشهد لانه الواحد بيبقى واخد الامور اللي في حياته كده مسلمات يعني كل يوم جديد بيجي عليا ده عطيه من ربنا أيوة. كل نفس طالع وداخل دي عطيه من ربنا يعني الواحد لما بيتامل قوي الحاجات ديت بيشوف قد ايه الرب صالح في حياته قد ايه الرب بيعطي يعني جاي يعني باجاده معانا يعني بغنى لكن علشان احنا واخدين الامور كده مسلمات ربنا يكون بيرحمنا ويدينا كده عينين تشوف تقدر أيوة. صلاة لأجل مينا للثبات في الإيمان لأنه أخذ قرار أنه يترك المسيح تفضل يا نشأت بسم الله أبو الإبن الروح كل سلاح حد أمين بشكرك أنت عظيم إحنا بنرفع اسمك نعلي اسمك نقول لك صالح وللأبد رحمتك نعم ليس مثلك وليس لعظمتك استقصاء ببارك اسمك يا من نزلت إلى أسافل الأرض ببارك اسمك اللي دخلت وفتحت أبواب الجحيم ببارك اسمك اللي كسرت أبواب ومتاريس النحاس ببارك اسمك يا رب نعم ببارك اسمك لأنك أنت ملك المجد بندعوك يا رب
وقت انه تتفتح الابواب الدهريه فيدخل ملك المجد. صلي لك من اجل ابنك، كل ابواب اغلقت عليه. صلي لك من اجل ابنك اتخذ، اذا كان اتخذ في فخ. صلي لك اذا كان اخذ في حفره. صلي لك اذا كان جه عليه غي او ظلم او غشاوه على عينيه. صلي لك اذا كان ايا كان السبب اللي رب شده وجذبه لطريق خطر وطريق هلاك في اسم يسوع المسيح. احنا بنسالك نعم يا رب، يمينك المعتزه القادره انها تشده انها ترجعه، روحك اللي قادر انه يعمل فيه يبكته ورب ينور قلبه ينور عينيه. احنا بنسالك في اسم يسوع المسيح رب ابنك تحاصره من كل جهه اسم المسيح، وترسل ملاك يا رب قصاد الطريق اللي ماشي فيه وفي السكه اللي ماشي فيها دي، يعترض طريقه يا رب. انت امين عليه وانت غيرتك عليه يا رب، من اجل هذه الغيره يا رب انت قادر ترده. نعم تحول قلبه رجوعا اليك. انت قادر يا رب انك رب تفتح عينيه. انت قادر يا رب بربط المحبه تجذبه. انت قادر يا رب انك يا رب يا رب زي ما مكتوب كده رب اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت عليا فغلبت. قادر يا رب، قادر تقنع ابنك وتظهر لي الخطر، تظهر لي الموت، تظهر لي الحفرة، تظهر لي الفخ. بشكرك من أجل الوعد المكتوب، الفخ انكسر ونحن انفلتنا باسم المسيح. الفخ اللي على ابنك يتكسر باسم المسيح، أيا كان السبب اللي دفعه لكده يا رب انت قادر، انت قادر تنير عينيه. نعم انير عينيه لألا يموت يا رب في اسم المسيح. نعم في اسم المسيح انير عينيه لألا اموت يا رب في اسم المسيح. ابنك تنير عينيه، ابنك تشد يا رب، ابنك تجذبه ليك يا رب، لكل الكرامة والمجد. امين امين امين. يشرق الرب كده على ابنه بنور فيبدد الظلمة وتتفضح كل اعمال ابليس. سلام ونعمة، ارجو تشاركونا الصلاة، أرجو تشاركونا الصلاة من أجل خادم من خدام الرب عليه حرب روحية شديدة. أخونا صفوت هيشاركنا الصلاة، تفضل يا صفوت. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أبونا السماوي العظيم القدوس، يا ملك المجد، يلي أسحقت الشيطان تحت رجليك بالصليب، يلي جردت الرياسات والسلاطين وأشهرتهم قهرا في صليبك، احنا بنشكرك من أجل السلطان اللي منحته لكنيستك اللي بيه يا رب تكسر وتهدم كل أعمال العدو وبتنقض أعمال إبليس. أشكرك لأن يا رب كل حرب على ابنك تكون بتتكسر بسلطان اسمك يا رب وبقوة دمك وعلامة صليبك المحيي. أشكرك من أجل كل سلطان تمسكه له في إيده ويعرف دوره ويعرف حقه وامتيازات البنوية اللي هو فيها تجاه قوات الشر، يقف ويحارب ويقاوم ويطرد إبليس من حياته. أنا بسأل يا رب لو توجد ثغرات في حياة أخونا وحياتنا تكون يا رب بتتسد بتوبة حقيقية وبطرد لكل أعمال الظلمة من حياتنا وبرفض قلب للخطية والنجاسة وكل أعمال العدو الشرير، بنرفضها وبنقاومها وما نديش لإبليس مكان في حياتنا يا رب. احنا بنصلي من أجل أنه يكون كل أسباب الحرب اللي مفتوحة على ابنك تكون بتقف وبتتسد كل ثغرات علشان نقدر نواجه العدو بكل قوة ونعمة من عندك بمعونة الروح القدس يا رب، ننتهره ونطرده من حياتنا بسلطان اسمك ونكسر عمله ونكسر كل لعنة بيرميها على حياتنا، لأنك أنت يا رب أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. وانت اللي قلت لنا على الاسد والصل تضع الشبل والثعبان تدوس، وانت اللي قلت لنا الحق اعدائي فادركهم ولا اعود حتى افنيهم. نعم يا رب فلتكن هذه الكلمات كلمات امره لقوات الشر انها تتكسر بسلطان اسمك وقوه دمك عن ابنك واخونا في اسم المسيح. بنطلب بشفاعه امنا الطاهره القديسه العذراء مريم والقديس العظيم ماري جرجس وكل مصاف قديسك لك كل مجد وكرمه من الان والى الابد. امين امين امين. طلبت صلاه هي لكذا حد بس كلهم كورونا، يعني ميرنا فقدت الشم والتذوق، بشير عنده كورونا وفي العنايه المركزه، ابو كرولوس عنده لوكيميا في الدم وكورونا، اسره محروس وزوجته عندهم كورونا،
وفي الاخر صلاة ان الرب يعزي الاسره لانتقال الحما يعني الراجل وحماته بسبب كورونا. فعايزين نصلي لاحبائنا ولكل احبائنا اللي عندهم كورونا. تفضلي فيك. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. ابونا السماوي نضع اخواتنا يا رب اللي اتصابوا بالكورونا بين ايديك. اشفي يا رب. يا رب يسوع يا من تقول تصنع خيرا وتشفي وتشفي. اشفي ولادك يا رب. زور كل حد فيهم زيارة خاصة. انت عارف كل واحد واحدة باسمه. كل واحد واحدة غالي على قلبك يا رب. من فضلك من فضلك. مكتوب لأنه تعلق بي ونجيه. نجيهم يا رب. نجيهم نجيهم لأنه عرف اسمي. أيوة رب. ولادك اللي دعي اسمك عليهم نجي يا رب. نجي يا رب. خلي الدور يعدي ويعبر بسلام من غير أثار جانبية يا رب. من غير تعب. وحتى اللي تعبوا في العناية المركزة زوره زيارة خاصة. مد إيدك يا رب وانشله من المرض. مد إيدك يا رب وهبه حياة. رف عليه يا رب بروحك. أشكرك 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 لأجل مراحمك الطيبة. أنت تنجي وتشفي. أشكرك يا إله كل رأفة وأبو كل التعزية ورأفة. أنت تعزي ولادك يا رب. تعزي ولادك. أنت تطيب القلوب يا رب. مكتوب كده أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. ضم يا رب. ضم اللي فقدوا أحبائهم يا رب. طبطب عليهم. خدهم في حضنك وعزيهم. املأ قلوبهم سلام وفرح. انت تقدر تعمل كده يا رب. احنا اختبرناك كتير. يا ما عدينا بمواقف وسندتك وتعزياتك رفعونا فوق الشدة وفوق الضيق. اشكرك انه مكتوب في محضرك يهرب الحزن والتنهد. ايوه يا رب. دخل ولادك محضرك ومتعهم بالعشرة معاك ومتعهم بلمسات حبك ومتعهم بحنية قلبك ومتعهم بأحضانك فيهرب الحزن والتنهد. عظمك لأنك صالح. عظمك لأنك أب حنين. عظمك لأنك لينا رئيس خلصنا. ليك كل المجد. أمين أمين أمين. مكتوب عزوا عزوا شعبي. يعني بنشهد انه اوقات صعبة كتير واوقات موت كتير من اقرباء غاليين علينا. بس الرب كان بيعرف ساعتها يعزي والرب كان عارف يرفع والرب كان عارف يحط في القلب تعزيات بالروح القدس كانت متحولة لأفراح. فالرب يكون بيعمل كده معنا كلنا. سلام من اجل اماني. ربنا يكمل حملها على خير. اتفضلي نشهد. بارك اسمك واشكرك يا رب لانك انت السند والمتكل. بشكرك لانك انت اللي في زمان التعب ونستند عليك ونتكل عليك ونترمي في احضانك فيتملي القلب بالسلام ويتملي القلب بالامان ويتملي القلب بالراحه. اسالك من اجل بنتك ايمان يا رب. املا قلبها بسلامك ويا رب اديها في قلبها امان بسبب حضورك. اديها راحه في قلبها وفي نفسها. شددها واديها ايمان واثق في شخصك يا رب وعينين مرفوعه عليك وايدين تمسك فيك. انا بشكرك وباركك من اجل انه الاوقات دي يا رب انت رب بتعلن عن نفسك وعن محبتك وعن رعايتك الخاصه. فأنا بسألك من أجل أن بنتك تختبر رعايتك الخاصة وتختبر أحضانك الأبوية اللي بتدفي اللي بتطمن اللي بتزيل المخاوف وبتزيل القلق والتوتر. أشكرك أنك تأمر بسلام لقلبها يا رب. كمل معها في اسم يسوع المسيح وفرح بنتك. نعم يا رب وديها سؤل لقلبها هي وزوجها في اسم المسيح. احنا بنشكرك من أجل يا رب اختبار رفقة ومعية وصداقة معاك في هذه الأيام. اختبار يا رب وجود وحضور لشخصك في البيت وقلب مرفوع ليك يا رب كده يطلبك.
أنا بشكرك لأنه الأوقات دي نختبر فيها معرفتك الحقيقية وقربك مننا واقتربنا منك والتصاقنا بيك. أنت قادر أنك تنجي ويسير عليك جدا أنك تكمل مع بنتك حملها وتفرح قلبها، لكن من فضلك كمان يا رب، يا رب تكون فترة ورحلة الحمل دي يا رب تكون وقت فيه تتعرف ببنتك عليك يا رب، وتفرح بحضورك وتفرح بمعيتك وتفرح بأنها تتبعت كل الأيام يا رب. نعم يا رب، وتتولد أنت في حياتها ويكون المولود الجديد ده جاي كده يا رب، وأنت ساكن في بيتهم وأنت ساكن وحاضر ما بينهم ومالي حياتهم، ويتمتع ويكبر ويقوى وينمو يا رب في حضورك في بيت مليان بيك، وكنيسة تكون يا رب بتعلن عنك. احمي بنتك في اسم المسيح واملك على قلبها واحمي جسدها بالكامل. نعم في اسمك المبارك فرح وابتهاج يا رب لكل الكرامة والمجد يا رب. أمين أمين أمين. احنا معنا اتصال أبو مهند. ألو ألو. أيوة تفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير. مساء النور. لدي طلبة صلاة وكلمة بسيطة إذا سمحتم لي بذلك. اتفضل. قال الرب يسوع: كلا أقول لكم لم تتوبوا فجميعكم كذلك سفر. إن أعظم ما اكتشفته في حياتي والذي هو وجودي في هذا العالم هو التوبة التي تؤدي إلى الحياة الحقيقية. علي الاختيار إما أكون ضارا في عين نفسي أو أقبل التوبة مؤمنا بالرب يسوع المسيح ومتخذا إياه مخلصا شخصيا لحياتي. فأقيل الهم أقبل نحو فاديك الحبيب واطرح الأوزار حالا ابقها عند الصليب. قد أكون مخطئا في طرق كثيرة، ولكن المطلوب أن أكون قرا في طريق واحدة وهي التوبة. طلب صلاة لأجل أهليتي ولزوجتي المهند إذا سمحتم لي بذلك. وشكرا شكراً لكم أيها الأخوات. شكراً لك. بتعزينا رسائل حضرتك، وفعلاً التوبة فعلاً هي أهم حاجة، وهي مفتاح اللي بيدخلنا السماء. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فكلمات الله عن التوبة ثمينة، وبنشكر حضرتك جداً، والرب يكون بيدينا دايماً أوقات توبة يعني مستمرة، لأن التوبة هي غسيل. فأمين الرب يكون بيمتعنا بمفعيل التوبة في حياتنا. تلبت صلاة من أجل الطفل ملاك أن ربنا يهديه لأن أمه بتعاني منه. أختنا أمل هتشاركنا الصلاة. تفضل يا أمل. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا إلهنا الصالح الأب الحنين، نشكرك ونسبح اسمك القدوس. أشكرك يا رب من أجل عطيتك لينا. أشكرك يا رب من أجل الأولاد والأطفال اللي مليين بيتنا. دي عطية كبيرة ونعمة نشكرك عليها يا رب. أشكرك يا رب من أجل أنه حتى لو في شقاوة للأطفال أو في إزعاج منهم، لكن ما تحرمناش يا رب من نعمة وجودهم في حياتنا. أشكرك وسبحك لأنك إله عظيم. يا رب تعالى كده على طفل ملاك كده واديله هدوء انت من عندك. يا رب ارسل لي ملاك صغير كده يلعبه ويهديه ويديله معونة. يا رب بصلي من اجل الام انك تديها سلام، تديها هدوء، تديها حكمة في التعامل معاها. ان كانت يا رب هي منزعجة وتعبانة ومجهدة، لكن انت تقدر يا رب بكلمات بسيطة ليها تطبطب عليها يا رب، وتخليها دايما متجددة في شبابها وفي قوتها وفي راحتها. اديها يا رب انها تقبله بكل ما فيه. اديها انها تقبل شقاوته، تقبل صوته العالي، تقبل حركته الجامدة، تقبل ان طفلها يكون كده. وتصلي وتركع امامك يا رب وانت اللي تغير الامور. اديها معونة وسندة. اديها سلام في البيت يا رب في اسم يسوع. اركوا سلام يا رب على البيت كله.
بديهم سلام وهدوء يا رب وقبول الطفل في اسم يسوع. بنشكرك ونسبحك لأنك إله عظيم. بنطلب شفاعة العذراء مريم الأم الحنون تكون سند ومعونة في اسم يسوع. أمين أمين أمين. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي؟ أمين. في إنجيل يوحنا رب يسوع قال في يوحنا 15 رب يسوع كان قال ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. الرب يسوع كان بيتكلم عن نفسه أنه حبنا حب زي ما بيقولوا لما بيجي يقول بحبك موت. اللي عملها بجد الوحيد اللي عملها بجد هو الرب يسوع. حبنا للموت ومش أي موت، الصليب. خد كل حكم موت علينا. أنا نفسي كل واحد بيشوفنا النهاردة يشعر إن كل نزع عنك الأقدية، الرب يعني شال عنك كل خطيتك، الرب فتح ليك سكة للسماء. الرب مش بس يقول كده الكتاب إنه اشترانا لله أبيه بدمه. لا أنا نفسي أعقب على حتة اشترانة ديت. أي واحد مننا لما بيشتري حاجة يقدر أي حد ياخدها منه كده سهل كده؟ مش ممكن. دفعت تمنها ملكية. أنت وأنا ملك للرب النهاردة. يسوع حبنا لدرجة أنه حط نفسه مكاننا، خد جسد بشريتنا على الصليب ونقلنا من الموت للحياة. ومش بس ادانا سلطان على الخطية، عطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة وعلى عقارب. أنا نفسي كل يصحى للحدث الصليب، نفسي كل يصحى ويفوق. أنت خدت، أنت بقيت في المسيح، أنت خليقة جديدة. يسوع قد أحبني. هللويا هللويا. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. يسوع قد أحبني إلى الموت، أحبني إلى الصلب أحبني. هللويا هللويا. يسوع قد أحبني إلى الموت أحبني إلى الصلب أحبني. هللويا 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 هللويا. يسوع أخذ مكاني على الصليب وفداني، حبه العجيب نجاني. هللويا هللويا. يسوع أخذ مكاني على الصليب وفداني، حب العجيب نجاني. هللويا 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 هللويا. يسوع قد فديتني، من اسمي قد طهرتني، توب البر كسوتني. هللويا هللويا. يسوع قد فديتني، من اسمي قد طهرتني، توب البر كسوتني. هللويا 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 هللويا. بدمك اشتري
هللويا هللويا بدمك اشتريتني بدمك طهرتني بقيامتك أقمتني هللويا 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 هللويا. أمين أمين هللويا أمين. ليس حب أعظم من هذا. سلام من أجل سيلفانا، ربنا يفتح سكة للارتباط ويفرح قلبها. وسلام من أجل رامي، ربنا يرتب له عمل وباب رزق لأن عنده بيت وأولاد ومحتاج يصرف عليهم. تفضل سيلفانا. سيلفانا للارتباط ورامي ربنا يفتح لي باب رزق. صلي الواحد واحد عشان بالاسم. ماشي. يا بابا الأب، بنتك قدامك، أنت عارف احتياجها. مكتوب كده: أنا أخبرك أن الرب يبني لك بيتا. ابعت لها حد من إيدك يا رب، ابعت لها حد من إيدك، حد تكون هي مناسبة لي وهو مناسب ليها، والاتنين يا رب يكونوا بيمسكوا قدام بعض وماشيين في سكتك وإنت تالتهم. أشكرك لأنك عارف احتياجات بنتك. أشكرك، أشكرك لأنك أب صالح. أشكرك أنه في وقته تسرع به. أمين. أثق فيك يا رب، أثق أنك تعمل عشان بنتك عجب ومعجزات. أشكرك أنه ليها بيت مصنوع من إيدك، عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أيوة رب، ارتباطي فرح قلبها وقلبك. بعت لها رجل حسب قلبك يا رب، حسب قلبك. اديها تكلمك باللي في قلبها يا رب، وتحكي لك وتستناك، عشان انت ابوها وانت المسؤول عنها وعن حياتها. اديها تعلن ده بكل ثقة ويقين. أشكرك، أشكرك، أباركك وأعظمك لأنك تسمع وتستجيب. ليس هكذا بيتي عند الله، لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. أمين. صلي يا رب من أجل ابنك اللي محتاج أبواب رزق تتفتح له. يا من تفتح ولا أحد يغلق، اللي بتفتح إيدك فيشبع كل حي رضا. أشكرك، أشكرك إنك تبارك في اللي معاه دلوقتي مهما كان قليل وما يحتاجش الحاجة أبدا، وتفتح قدامه رب سريعا أبواب رزق. أشكرك إنه زي ما كنت مع يوسف يا رب، وكان كل ما تمتد إليه لحاجة تنجح ويتبارك ويبارك، تكون مع ابنك يا رب. انجحوا فيما تمتد إليه يده، حطه في المكان المناسب يا رب، خليه يشوف إيديك وهي بتدبر حياته كما يليق. أشكرك، أشكرك، أشكرك لأجل إنك مهتم بيه، مهتم يتعرف عليك، مهتم بتغييره، مهتم بتشكيله، مهتم يا رب. أباكم الذي في السماوات يعلم. أيوة رب، أنت عارف كل احتياجاتنا على كل المستويات، مش بس المادية يا رب، مادية ونفسية وروحية. أشكرك لأنك عايز تبارك ابنك. أشكرك لأنك بتقول له كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أيوة رب، هتدي وبفيض وبفيض وتزيد، وهيجي يقوم يا رب ويقول لك: أيوة مدني تفيض بعد خير. هيجي يوم يا رب ويقول لك: كفانا، إيه الخير ده كله يا رب. أشكرك، أشكرك لأنك غني، غني في كل حاجة،
غني في الرحمة وغني في الخير وغني في العطاء. أنت في العطاء سخي ولا عندك تعييرات. أشكرك 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 لأننا صرنا في المحبوب حبايب. أشكرك لأجل اسم يسوع اللي يشفع فينا ويقف كده ويحامي عنا. أشكرك وأعظمك لكل المجد. أمين 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 أمين, أمين. مكتوب أريد أن تكونوا بلا هم. أمين. ما تخليش أنه الأوضاع تكون بتخلي الهم يتسرب لقلبك يا أخويا رامي. سلام من أجل مايكل. مجموعة أشرار دخلوه في قضية مخدرات وهو الآن محبوس وأيضا بيعاني من مرض جسدي في السجن. تفضل يا مشات. كان في سفر الخروج وقف موسى وقال للشعب كده لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. كان الوضع صعب جدا والكمين يعني هذه البحر هذا البحر وهذه فرعون ومركباته ولس بس في نفس ذات اللحظة قال لهم كده لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب. رغم من الموقف صعب جدا وزي ما حالة أخونا ماكن لكن الذي يصنعه لكم اليوم وزي ما رأيتم المصريين لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. اسم يسوع النهارده كده كل قوات الشر اجتمعت على ابننا. نعم. لن عدنا ننظرها تاني ويبصر ابننا خلاص الرب. امين. في السجن وفي حتى لو كان ادمن او في كل الحالات الصعبه لكن الرب قادر. امين. نعم. اشكرك. جاي لك منتظرين يا رب خلاصك. منتظرين احنا نشوف يمينك. نعم. منتظرين نشوف قدرتك وتصنع مع ابنك عجبا. نعم اذا كان ابنك ضل اذا كان ابنك اتشدد في يوم الغضب في يوم الغيم والضباب اذا كان ابنك راح في سكك يا رب لكن من حنيتك عليه من مرحمك عليه انت لا تتركه. اشكرك وابارك لانك انت يا رب زي ما مكتوب كده انه ضربت اعدائنا على الفك هشمت اسنان الاشرار. انت قادر يا رب تضرب اعدائنا على الفك يا رب وتهشم اسنان الاشرار اذا كان ابنك رب اتاخد وسط انياب الاسود لكن انت قادر ترسل ملاكك نعم وتخلصه. قادر انك انت رب ترسل ملاكك وتنتزعه ومن بين انياب الاسد يا رب في اسم يسوع المسيح. خلص بيمينك واستجب لي في اسم يسوع المسيح. اعلن قدرتك في اسم يسوع المسيح. خلص بيمينك يا رب. نعم ابنك في السجن. نعم يا رب ابنك اتاخد في حفرة. ابنك يا رب اتاخد في كمين. ابنك الغالي عليك يا رب قادر انك تخلصه. بشكرك وبارك اسمك. نعم فرعون ومركباته غرقوا في البحر يا رب. بشكرك وبارك اسمك انك انت قادر تخلص ابنك وتنتشره. قادر انك يا رب انك يا رب اذا كان في السجن واذا كان عليه احكام واذا كان الامر احتكم يا رب لكن عندك لا يعصر عليك امر. انت قادر يا رب. نعلن قدرتك ونعلن انك انت رب الجنود اللي تحامي على ابنك ونعلن انك انت رب اللي رب بنفخه فمك تبيد اعدائنا. قادر يا رب تخلص ابنك خلاصا عظيما لأنك أنت إله خلاصنا وأنك أنت لخلاصه وأنك أنت ليغزى جميع الذين ننتظرك وإحنا منتظرينك يا رب. نقف وننظر خلاص الرب الذي يصنعه اليوم في اسم يسوع. نسلمك القضايا ونسلمك الأحكام ونسلمك الظرف الصعب ده كله بكل رب تفاصيله وأنت شايفه وأنت عارفه. عينك على ابنك. نعم وإيدك اللي تحمله إيدك اللي تنتظر. إن كان أخطأ إن كان رجله زلت في اسم المسيح احنا بنسأل من أجل أمانتك ومن أجل غيرتك من أجل مرحمك ليك في الموت مخارج لكل الكرامة والمجد يا رب. أمين أمين أمين. احنا معنا اتصال ميري من سوهاج. ألو ألو معايا جبتيت. ألو اتفضلي حبيبتي انتي على الهوا. ألو احنا سامعينك اتفضلي. معايا جبتيت. عايزه طلبة صلاة. اتفضلي. ربنا يصلح الحال. نفسيتي تعبانه شويه. ربنا يعمل ايه؟ نفسيتك تعبانه. نفسيتك تعبانه. امين يصلح الحال.
امين. بس انت تعبانه من كل حاجه وزهقت وخلاص تعبت، يعني عايزه ربنا يمد ايده ويريح نفسيك. امين. واحنا تعبت من الدنيا وتعبت من كل حاجه. واحنا في ايام الخمسين بعد القيامه الرب يكون بيدب رجاء جديد كده في قلبك، ويكون كده بينفض كل يعني امور ضغط على نفسيتك. احنا مصدقين انه الرب يعمل كده، الرب يعمل كده. ايوه انا مصدقه ربنا هيصلح، احنا مصدقه ربنا ليه جديد وربنا امين بيعمل معجزات كتير. امين امين. هو اللي ليه الايد الرفيعه في حياتنا. امين. طيب احنا هنصلي، وصلي معانا يا ميري. اتفضلي نشأت. يقول كده يمين الرب صانعها ببأس. رب قادر يخلص من يعني اوقات بتيجي علينا كانه يعني اتقفلت علينا ابواب كده والضيق من كل جهه والياس. واحنا النهارده بنتكلم عن الياس، واحنا قلنا حتى لما نزلنا الاعلان عملنا كده صوره القبر وهو منور من بره والرب المسيح قام، والعجز والياس جوه القبر الفارغ. ترك الرب وخد معاه الموت وقام. أيوه. وخد معاه الاحزان، وخد معاه الياس، وخد معاه العجز، وخد معاه الكآبه والاحزان، كل ده خده معاه وقام. امين. عينينا تتفتح وتشوف أمين. المنظر ده في حياتنا. امين امين. اشكرك ونبارك اسمك من اجل قيامتك، من اجل اننا فعلا ولدتنا ثانيه برجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات. احنا بنسالك من اجل بنتك يا رب، اقترب الى نفسها، فكها من فضلك يا رب. تعالى، وإذا كانت دخلت في الحزن وفي سجن الحزن والكآبة والضيق والبؤس، لكن أنت من فضلك تجي من تاني بفجر جديد وتمشي معاها زي ما مشيت مع تلميذي عمواس. كانوا متضايقين وكانوا زهقانين وكانوا في حالة يأس وشعرين بأنه خلاص الأمل انتهى، لكن أنت كده كانت أمسكت أعينهم، لكن أنت جيت وقعدت معهم وكلمتهم. فكلم بنتك رب من فضلك، خلي كلمات الحياة اللي في كتابك هنا تدخل لأعماق نفسها تشفي، لأنه مكتوب أرسل كلماته فشفاهم. اشفي بنتك من فضلك، تعالى وعالج كل مسببات الحزن والكآبة والضيق ويا رب والضيق النفس اللي هي عايشة فيه. يا رب انت قادر، تعالى تلمس في أعماقها، تعالى بالروح القدس كده يا رب وجوه في أعماقها يا رب. كل أمور دفينة، كل مسببات الحزن، كل أمور يا رب ترمت عليها، كل حاجات يا رب سهام العدو الشريرة اللي أصابتها في نفسها. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، يا من قمت يا رب يا رب يا رب، وانت قتلت الموت وقتلت الحزن وقتلت اليأس والكآبة يا رب في اسم المسيح. يا من قمت ناقدا أوجاع الموت، تعال من فضلك يا رب المس بنتك. تعال من فضلك يا رب وزورها زيارة نعمة. تعال من فضلك يا رب، وتعال قادر انك انت تفرح بنتك بأي طريقة. يا رب بأمور حواليها تفرحها، زي ما انت أرسلت يقطينا كده ليونان وفرحها ابنك. رب تعالى كده وابعت لبنتك، زي ما كان في مسببات للحزن والكآبة، ابعت لبنتك كده مسببات للفرح والبهجة يا رب في اسم المسيح، لأنها بنتك. تدللها، تحملها على منكبيك يا رب، تحتضنها يا رب، وتخبيها من الأحزان واليأس والكآبة. تعالى بنور القيامة على حياتها يا سيدنا الرب. بشكرك وبارك اسمك لأنها غالية عليك. نعم. بشكرك وبارك اسمك لأن لها خلاص عندك. أمين. اسمع واستجيب لأجل ابنك يسوع في اسم الرب يسوع. أمين 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 أمين. الرب قادر أن يكون بيقودك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه. إحنا معلش وقتنا خلص، فأنا هقول طلبات الصلاة وهنكون يعني بنصلي ليها وسط الأسبوع. صلاة من أجل روماني الرب يشفيه، صلاة من أجل مجدي بيعاني من مشاكل نفسية، صلاة من أجل مريم عندها كورونا، صلاة من أجل جاكلين وبشوي عندهم مشاكل عائلية، صلاة من أجل كريستين حامل ربنا يكمل لها الحمل، صلاة من أجل شنودة وابنه يفتح الرب ليهم أبواب رزق، عماد أسيوط، صلاة من أجل العيلة لأجل توبة ومعرفة الرب، تلبس صلاة من أجل بنت الرب للارتباط، بنت الرب القاهرة طالبة صلاة من أجل والدتها قدميها تعبانة، تلبس صلاة من أجل بنت الرب عندها مشكلة في عينيها والعلاج لا يأتي بنتيجة، صلاة من أجل بنت الرب أن الرب يشفيها لأنها تعرضت لحادث، ومن أجل أولادها لأنها تعاني منهم، تلبس صلاة ليوستينا لسه ربنا ما استجابش ليها، تلبس صلاة من أجل شاب ممكن يسيب المسيح الرب يكون بيثبته،
صلى من أجل كرولوس، عنده بكرة جلسة محكمة ونفسيته تعبانة. صلى من أجل ابن الرب فقد شغله من 3 شهور. صلى من أجل فادي يوقف الإدمان وأخته ترجع البيت. صلى من أجل ابن إلين اللي في إنجلترا، افتقد الابن الرب يفتقد الابن ويعرفه. أرجوكم صلوا من أجل ابني، عايش في إنجلترا، عايش براحته. صلى من أجل أم شنودة، عندها سكر وضغط ومتاعب في القولون. صلى من أجل بنت الرب بتعمل غسيل كلى. صلى من أجل أم وحيد أختي، ربنا يهديها ويريح قلبها. إيه ممكن في عجالة يا فاتن تصلي لكل أحبائنا؟ في عجالة. أبونا السماوي، يا من دعتنا بالاسم وعرفنا من الرحم، أنا بحط كل طلبة قدامك. اللي محتاج للشفاء اشفي، اللي محتاج لأبواب رزق افتح قدامه أبواب الرزق، اللي تايه رجعه ورده يا رب، اللي نفسيته تعبانة يا رب تعالى بالشفاء، تعالى بالشفاء. بصلي يا رب من أجل اللي عايزين ارتباط لكل بنت ولكل ولد، أنت تصنع بيوت يا رب، كنايس لإسمك، في اسم المسيح يسوع، في اسم المسيح يسوع. أشكرك أشكرك أنه ما فيش واحد منهم منسي. يا إسرائيل لا تنسى مني، لا تنسى مني. لو نسيت الأم الرضيعة يا رب أنت مش هتنسى شعبك. أشكرك لأجل حنية قلبك ومرحمك، أشكرك لأجل قدرتك وزراعك الرفيعة اللي تتمد وتنشل ولادك وتحامي عنهم وتسدد احتياجهم بحسب غناك. أباركك وأعظمك، أنت إله صالح رجوع فيك. أشكرك لأنه لينا استجابة، أشكرك لأنه كل طلبة يا رب وكل اسم تذكر أنت كتبت يا رب في سفر التذكرة، وهتتصرف أمين. وهتعمل. أمين. أعظمك وأباركك. أمين. 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 بشكركم جدا، بشكرك يا فاتن، بشكرك يا والدي، بشكرك يا نشأت. شكرا. بشكركم ونتقابل الحلقة الجاية. ربنا معكم.